مساء الخير، أهلا وسهلا بالحبايب. أحد الأصدقاء على قناتنا الجميلة بيسألني، طبعا حنرد له لأنه السؤال جميل اللي عم يسأله، حلو يجب أنه نضوي عليه. عم بيقول لي أستاذ، هل الأغنية نجاحة اللي فيه عدة نغمات بتكفي نغمة واحدة؟ شو السر أنه تكون هاي أجمل أو طيب حبيبي، أول شيء أي أغنية فيها نغم، واحدة فيها نغمة واحدة فيها تنتين. يعني لما سألوا لموسيقار الأجيال عبد الوهاب عن بليغ وسألوا عن الكل، إجا بليغ قال له صاحب نغمة عشرية بتحب الإذن، يعني بيقول حاجة أنت تسمعها تروح تغنيها على طول، ما قال شو اسمها. أيوة، كيف يعني؟ نشوف فات الميعاد بيعمل، مش في المذهب ولا بالكبل الأول الثاني، بيعمل بياتي. بعيدة بس بهالنغمة هاي بيقوم الدنيا وبقعدة، بتلاقي هاجة البشر ولطيف بهالنغمة هاي. طيب اللي فينا نفهمه انه هون قدر يعمل بليغ بيات غريب، هو بيات معروف أبعاده كذا، عمل بيات غريب علق في الإذن. مثلا نشوف زكريا أحمد عمل هو صحيح الهوى غلاب، دخول صبا، صبا حزين في بكاء، بتشوف الصبا اللي عامله هون في غرابة بشدك نغمة، يرجع بقى بغير. انت وعم تشتغل في السلم الموسيقي كل دوسي فيك تاخد منها نغمة وتتفرع وتروح، اذا انت مانك مرتبط بنغمة، انت مرتبط باللحن اللي بتشكل من عدة نغم. لكن احيانا هالمقطع ركب عليه صبا، يا سلام، اجا ركب عليه صبا، واحد ركب عليه رصد، واحد بده بيات، واحد كورد. نشوف نحن مثلا الكبار، مثلا نشوف فريد عمل أغاني بنغمتين كسر الدنيا فيهم، بس عم بيدخل نهوان بيصير بيات، بيعمل رص بيصير بيات، يعني بنغمتين. طبعا من خلال النغمتين الأساسيات ممكن يعمل له نصف علامة بيصير له اسم تاني في الشرقي. هلا في بعض ملحنين بده يعمل عضلات فهو بيحط لك 6-7 مقامات بس الأغنية مانا حلوة، فيها 7 مقامات بس تركيبته ما مزبوط. واحد احيانا بنغمه واحده بيسحرك، تشوف مثلا ملحن بركات يا حب اللي غاب، يعني شو عامل بحب اللي غاب؟ كسر الدنيا، دخل على نغمه بيقلب من نغمه على نغمه تاني، نغمه تاني، نغمه تاني، عم يناغي بعضه بهالنغمه هاي اللي جابها فيها غرابه. يعني هي النغمه اذا فيها شيء من الغرابه، يعني نحن مثلا تعلمنا من السيد درويش زمانه، أنا سمعت له حفظت له دور ضيعتي مستقبل حياتي، بيدخل على الخارج غار شوري، يعني بيعمل حجاز وبيقفل على بيات الدقاء، بيعمل حجاز صول بيقفل. شو عم يعمل هون؟ شو ما كنا نعرف حتى ندرس شو هالمقام. كمان يا حلاوة الدنيا يا حلاوة مقام زنجران، صرنا نفتش شو هذا الزنجران منين جاي، كيف، شو أبعاده، شو كذا. شوف واحد قوي مسلطن على هالنغمة اخترع لحن. لا أنا بالنسبة للي بيحط أنغام وكله ناجح، القدماء ما حدا في يحكي عليهم أبدا أبدا، لأنه هدول ما كانوا يحطوا نغمة إلا عن ثقافة ودراسة، كله علم، علم حقيقي يدرس فعلا، ما في نقص أبدا. يعني جينا على زكريا، على القصبجي، على عبد الوهاب، على السيد درويش قبل، على فريد الأطرش، على بليغ، على الموجي، كلهم، حتى بالأخير على محمد سلطان، حتى على الجدد في منهم عندهم هذه الثقافة. لكن أغلبهم بيركز هلأ على الإيقاع. وما ننسى كمان أنه أحياناً أغنية ممكن يكون اللحن عادي معه لكن الإيقاع ناجح معه، مشى اللحن. أحياناً بتلاقي اللحن هو بيخترعه للإيقاع، أحياناً الإيقاع هو بيمشي النغمة، أحياناً الصوت حلو والإيقاع حلو والنغم حلو والتعبير حلو،
كله حلو، يعني بدك تفصفصه يطلع كله جيد 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 جيد، بيكون طلع معك عمل خالي. يعني نحن بنشوف ليش كانوا القدماء عم ينجحوا هالنجاح وهالتصميم. كان في شعراء، يعني الشاعر لما كان يكتب القصيدة، يعني مثلا إبراهيم ناجي لما كتب يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا، أنت ما تقراها بتحس فيها نغم دغري. عاشق التلحين بتشوف لحاله جهز اللحن. شوف كذلك بعبد الوهاب مسافر زاده الخيال، بتشوف فريد زي النهارده كان حبك يوم ما عهدتك. يعني بنشوف كلام محكي راقي ملحن. اذا كان الشاعر عم يعطيك التفعيلات صح وانت ملحن ابضاي، اجباري انت بدك تولد من هدول عمل خالي. وكل هذا بيصير سباق حقيقي، مين الاجمل، مين بيطرب اكثر، مين جاب نغمي ما حد سامع فيها. يعني احنا اليوم نسمع كله مثلا بيقولوا للسيقة البلدي وللسيقة وللهزام سيقة، وهن كل واحد شخصية اصلا منه كمان في افرع. لا، الملحن الابضاي صار يخترع منه، هذه اسمها كذا، هاي لازم نعملها هون، هذه بتضوي هون، هاي بتصير هون. يعني هذا اسمه زخرفي في الموسيقى حتى وفي الصوت. اما اليوم من الفقر اللي عم نعاني فيه بالنسبة للألحان، يعني مثلا اجت فترة ابقى في غير نغمة الكورد، ما في غيره، كله ما بيلحن غير كورد. ما بعرف كنا نشهد شغنية على الكورد صاروا كلهم يطبعوا كورد، يعني مثل الموديلات، يعني موديلات طالع موديل كورد صار كله كورد. بيجي واحد بجوز يجيب نغمة ما بعرف منين تنجح يقول لك، يعني مثل الغناء مثلا الأتراك، طبعا غناء متقن، الغناء التركي حلو، صار كله بده غني تركي. العازفين العزف التركي قلوا لون، صار كله بده يعزف تركي. أخيه أنت مصري أنت عزف، فسمعني كيف العزف المصري، كيف كانوا يعزفوا المصريين. أنت عراقي، كيف كانوا يعزفوا العراقيين. وعزف تركي ما فيه مشكلة، وهني بيحبوا يعزفوا معزوفاتنا. نحن ما نضط حدا ولنا عنصريين، نحن دائما مع الأجمل. الأجمل هو السيد، الأجمل هو الأقوى. إذن يا حبايب، اللحن الجميل هو الأقوى. إن شاء الله يكون نغمي ويكون 10 نغمات ويكون في تصوير. هلا التصوير يمكن قوي لصوتك، أنت معلم قدرت تصور، مسلتت، معزلت، معملت، لكن النغمة الحلوة هي اللي بتدخل على الأذن وبتعشق الأذن. إن شاء الله تكون نغمي نغمتين. وفي كتير أغاني هي عبارة عن نغمي، وبتلاقي يا الله الله خير بالدنيا، أغنية فيها نغمي، فيها نغمتين، فيها 10. المهم اللحن الجميل، النغمي المبتكرة، المانة مبتزلة، المانة كتير مكررة مكررة مكررة. لأن نسمع اليوم أغنية ونوان سامعها بتلاقي طابعين عنا مليون واحدة، أما الأغنية بيجي بيعمل لك بجوز من البيات شيء غريب غريب. هذا هو الجمال. أهلا وسهلا بكم دائما، شكرا.